اهلا بحضراتكم من جديد، وجي معادنا دلوقتي مع الفقره التحكيميه علشان نستعرض مع حضراتكم ابرز الحالات التحكيميه في لقاءات اليوم في كاس السوبر المصري. عشان كده نرحب بحكمنا الدولي السابق وخبيرنا التحكيمي كابتن احمد الشناوي. منورنا يا ابو الكباتن. اهلا بيك يا محمد، واهلا بالساده المشاهدين. النهارده في حالات كتير، واسمح لي نبدا كده من ماتش الاهلي وسيراميكا، الماتش اللي لسه خلصان من دقائق قليله. الماتش ده كان بيقوده تحكيميا كابتن محمد معروف، وبيساعده سامي هلهل وسمير جمال، وحكم رابع كابتن محمود البنا، وعلى الفار كابتن طارق مجدي، وبيساعده كابتن محمود ابو الرجال. يعني خليني بس اقول حاجه قبل ما نعرض الحالات. طبعا شفنا في ردود افعال، طبعا يعني طرد اللاعب سيراميكا محمد ابراهيم، في انفعالات كانت زائده واعتراضات على حكم المباراه محمد معروف. انا شايف ان يعني كان محمد ممكن ينقب نفسه على الحكايه دي من اولها، من الاول خالص، ان كان في حالات كتير تستوجب الانذار والتحذير ويتعامل معاها بحزم. يعني يبقى في حزم، هو يعني ادى المباراه بشكل كويس، ما عندهوش الخطأ اللي أثر في نتيجة مباراة، خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، لكن هو كان لازم يكون أكثر يعني حزما ودقة، خاصة هنشوف الحالات اللي احنا هنجيبها دلوقتي. الحالة الأولانية يعني حالة فاول، احتسب الفاول، لكن كان لابد ان يكون في انذار. هنشوف. حضرتك شايف من اول اللقاء اللي كان يكون في حزم فيقدر يسيطر على الامور بالظبط. هتشوف انت دلوقتي مثلا لعبة دلوقتي هنشوفها دلوقتي. الحالة بص هنا الدخول بالشكل ده هنا في اللاعب كده، بص الرجل ضربه فين، بص في اللاعب لازم انذار، ما اداش انذار. وهنا تعال شوف بعد كده لعبه ثانيه بالشكل ده ودايس عليه والدفع ده، ما فيش انذار، يعني قمه التهور في الالتحام، بص ودفع بالشكل ده، يعني ايه ده، يعني لازم كان يدي انذار. العاب تستحق الانذار، ما فيش فيها، بص يعني هو ده اللي انا عايزه. شوف نيجي مثلا هنا اللعبه دي، هل فيها لمسه يد؟ طبعا بيشوط الكره، جت من حارس محمد بسام للاعب، ما جاتش في ايده، بيعتقدوا انها جت في ايده، ما جاتش في الايد، ولكن برضو بص نرجع بس اللقطه دي، نرجع على اللقطه دي وهي بتعدي من فوق منه، نرجع ونقف بس. طب يا كابتن لو اصلا جت في ايده، مش هنا ايده على الارض؟ لا لا لا، خلينا بس خلينا نقول حتى لو جت في ايده الثانيه العاليه دي لا يعاقب بلمسه يد. ليه؟ لان جاي من تعمد لعب زميله، يبقى خلاص. يعني انا عايز اقول الكره جايه في الجزء اللي هي تحت الكتف، ودي جزء الايد الدعمه دي قصه ثانيه، لكن انا بتكلم على الايد اللي فوق، ما جتش ولا جت هنا ولا جت على الارض ولا جت اللي في اللي فوق. فاذا النهارده استمرار، شوف محمد معروف مكانه فين، شايف كل جد. حاجه ما يعني قراره طبعا، وده من الحاجات الالعاب المهمه جدا. نشوف بعد كده، بعد كده برضه نرجع تاني للفاولات، شوف الفاول اللي جاي، مركز على الفاولات. ايوه، لان وجهه نظرك ان ممكن يقدر يسيطر على الفريق او الفرقتين من بعد. اللعيبه مش عاجبها قرار. شوف النهارده امام عاشور بيخبط ازاي اللعيب في وشه، بص بيخش ازاي في وشه، حسب فاول، لكن الانذار فين؟ كابتن لو كملتها تلاقي حتى اللعيب كمل معاه بشكل في خشونه. في خشونه طبعا، بص يعني بالشكل، بص يعني لازم اخلي بالك، يعني الالعاب دي كان هيبقى في كنترول على في المباراه على اللعيبه. هنا نشوف بص الحاله اللي جايه دي، اللعيب بيعترض ازاي، شوف الاعتراض هنا وضارب بايده وبالشكل، بص بيضرب ازاي، بص هنا اداله، يبقى نرجع بس سنه، هو اداله انذار على الاعتراض مش على الخطا. فيعني انا حاجه يعني مش مظبوطه يعني. نيجي بعد كده تشوف الحاله اللي جايه دي، اللي هي برضو اللاعب، هنشوف الكورتين بس نقف نرجع بعد اذنكم نرجع. هنا الكره طلعت رامي التماس، ايوه بقى في كورتين بس لما تترمي نرجع عند الكره، هنا نرجع الكره عند رامي التماس بالظبط، الاستئناف، كره خرجت رامي التماس، في كره ثانيه في الملعب، لا اترمت، نرجع وهي بتترمي رامي التماس، نرجع ورا بس فلاش فريم واحد، لكن عايز تجيب ان هي بتترمي بس انا بيلعب هنا، بيلعب رامي التماس، استئناف حقه، استئناف سريع صحيح، رامي التماس كل الكوره اللي نزلت بعد كده نلعب، نمشي ونقف لما الكوره الثانيه تنزل، نلعب نمشي
اهو. بص الكره نزلت، ماليش دعوه. هل بيقف؟ هل الكره دي اثرت على الكره بتاعت اللعب؟ دي مش كوره، ده ما بقتش كوره، بقت عامل خارجي. هل العامل الخارجي ده اثر على اللعب؟ لا طبعا. يبقى اذا استمرار اللعب، لكن لو جت في نفس المنطقه دي كان الحكم لازم يوقف اللعب. دي كابتن شفنا زيها في نهائي كاس العالم، وبعد كده الفيفا قالت الكوره ما اثرتش على بالزبط. اللعب في الكوره بعيده بالظبط. ده اللي انا عايز، كان لعيبه نزلت ارض الملعب من بعيد. انا عايز اقول برضو اللعيبه بتعترضوا، الاجهزه الفنيه مش عاجبها. كان اللعيبه نزلت على الدكه قربت من جوه الملعب. بص يا محمد، عايز اقول اللعيبه اعترضت بشكل غير طبيعي، والجهاز الفني مش عاجبه، وده قانون مش غلط. اللي تم ما فعله محمد معروف صح 100%. نشوف الحلقه اللي بعد كده. اوكي. صح. حتى الان الحالات كلها ماشي بشكل جيد، ولكن حضرتك تعقيبك ان لازم يكون في انذارات على الحالات اللي فيها خشونه. شوف هنا بقى الهدف بتاع امام عاشور. طبعا هو مش لاعب امام عاشور، خلاص الكره بعد ما خبطت في القائم بترتد لداخل الملعب. خبط اللاعب المندفع الاخر، حتى لو كان زميل محمد امام عاشور كان يحتسب له الهدف، مش يحتسب لامام عاشور. هنا يحتسب للمدافع اون هيز جول، يعني في مرماه. فبالتالي هنا الهدف طبعا السبب في امام عاشور، ولكن اللي احرزه واتكتب في السكور شيت هذا الرقم اللاعب اللي هو الافريقي ده. لو حضرتك شرحت لي الحاله دي كمان وقلت لي ان هي الكره مش رايحه في اتجاه المرمى بالظبط كده. نشوف بص الاعتراضات هنا بيعترضوا على الايه، على على الهدف. ايه وجه الاعتراض؟ محمد ابراهيم النهارده بيطرد، ايه وجه الاعتراض؟ بيعترض على ايه؟ هدف لعبه شرعيه، ما فيش اي خط، ما فيش اي حاجه، ايه الاعتراض على ايه؟ يعني انا شايف اللعيبه ده اللي انا عايزه لهم الاول، ماسك الامور بيدي انذارات، الحاجات دي كلها كان اعتقد ما كانش هنوصل للي احنا شفناه ده.